لمادة سين. يعد رئيسا منتخبا من حصل على الأغلبية المطلقة لعدد المصوتين، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الاقتراع بعد أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب بين المرشحين الذين بين المرشحين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول. ويعد رئيسا منتخبا من أحرز. هذه والله باللغة ما لم تشكل أو يذكر تشكيلها كتابة ممكن أن تقرأ المرشحين. يشرف مجلس الشورى على سلامة الإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويعلن نتيجة الانتخاب ويبت في الطعون في صحة الانتخاب. سيد سمحت لي، هنا لازم نبحث عن آلية كيفية أداء مجلس الشورى لهذه المهمة، لأنه قبل كان هيئة الرقابة الدستورية 9 أشخاص، هسه مجلس الشورى 50. يختار يعني حتى ما جد لها قانون مجلس الشورى. المهمات الأساسية هي تدقيق وكذا ويوضع ويشار إلى الآلية. نعم، بقانون مجلس الشورى، وضع آلية في قانون مجلس الشورى. نعم، أو في قانون انتخاب رئيس الجمهورية، أي من الحالتين. سيدة اسمح لي، أنه هذه ما ليشرف حتى لجنة الدستور اللي هي 9 شلون تشرف؟ هم لازم أكو آلية، أكو من يعاونها طبعا، 9 يشرفون العراق شكورا، فإذا أكو آلية يعني أكو آلية. المادة 92، يؤدي رئيس الجمهورية أقوى لما تنحط في طريقة انتخاب رئيس الجمهورية. نعم صح. نعم، المادة 92، يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشورى والمجلس الوطني مجتمعين في مؤتمر اليمين الآتي: أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أحافظ على النظام الجمهوري وألتزم بمبادئ ثورة 17-30 تموز العظيمة وبدستورها وقوانينها. سيدي هنا قوانينها ثورة 17-30 تموز، مرة جاية العظيمة مرة جاية المجيدة، يعني لابد من انتباهنا المجيدة. ماشي لأنه العراق نقول عنه العظيم ثورة المجيدة. بمبادئ ثورة 17-30 تموز المجيدة وبدستورها وقوانينها، وأن أرعى مصالح الشعب وأصون استقلال العراق وسلامته ووحدة أراضيه، وأن أعمل بكل تفاد وإخلاص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته وتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. هنا والله ورا المجيدة وبدستورها وقوانينها، فالمقصود بدستورها، هل هذا هو الدستور؟ إذا يقال هو الدستور. وقوانينها المقصود القانون العام للثورة، أي بمعنى الاتجاهات الأساسية للثورة، قوانين البلاد. فإذا كان بقوانين البلاد هو من حقه أنه يعدل القوانين، يعني يلتزم. فإذا لما يعدل القوانين راح تصير القوانين هي مو قوانين ثورة 17 تموز، يعني إنما تصير والقوانين الدستوري والقوانين البلاد. إيه يعني ولا نص قديم قديم، هذا أنا كنت أقصد به الدستور اللي هو الدستور القائم. نعم، وقوانينها كنت أقصد اتجاهاتها العامة.
قانون الثورة يعني لازم يبقى ثورة 17 30 تموز المجيدة وبالدستور وبالقوانين البلاد. نعم سيدي، هذه إذا قلنا بالدستور وقوانينها، قوانينها قانون يتغير يعني. ولذلك أنا قلت إنه لازم نعدل. فأنا أعتقد كلمة أخرى معبرة أكثر من القانون، القانون يتغير يعني ممكن بعد 5 سنين يقول لك هذا القانون اللي شرعته مال القطاع الاشتراكي بس ما طلع الموزع تغير. فهي هو قانون حسام القانون لا يعني عدم تغييره، هو قانون النام يغير غيره هم تلتزم به. الالتزام بالقانون مبدأ في هم موضوع. أنا ما كنت أقصد القوانين النافذة، كنت أقصد القوانين الثورة، أي بمعنى الاتجاه العام للثورة، يعني أعمدة الثورة الرئيسية في اتجاهاتها العامة. لازم أغير سيدي، إذا سمحلي إذا لازم أغير أنا فهمت قصدك يعني. هذا أنت حطوا تقتنعون به يعني، أما نقول منطلقاتها المبدئية ونقول هاي مبادئها يعني حتى الدستور يوقف. لو الدستور يوقف المجيدة والدستور إذن بالحال والدستور وبالدستور وبالدستور وأن أرعى لا وصير فارزة وأن أرعى أن أحافظ على النظام الجزائري والتزم بماذا؟ ثورة 17 30 تموز المجيدة وبالدستور وأن أرعى وبالدستور أن أحافظ على النظام الجمهوري والتزم بمبادئ ثورة 17 30 تموز المجيدة. هاي وراء صارت معطوف على التزم وبالدستور وبالدستور وصير فارزة وأن أرعى بالدستور وبالدستور وبقوانين نقف ونضيف قوانين البلاد. والتزام ما فيش بالعكس. يعني هو الالتزام بالقانون مبدأ أساسي. والقوانين. وقوانين البلاد والقوانين. 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 والقانون إذا مفرد يصير. مفرد يشمل شامل. والقوانين. أول قانون. نعم. وأن أرعى مصالح شعبي وأصول استقلال العراق وسلامته ووحدة أراضيه، وأن أعمل بكل تفاؤل وإخلاص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته وتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراك. نعم. والمرجو 93.